السلام عليكم البنات ومرحبا بكم، عواشركم مبروكه. الوصفه ديالنا ديال اليوم البنات هي الكراميل. كيف ما كتشوفوا كيتضح معنا في لا فيديو، راه البنات كيجي روعه بزاف في المذاق وزاد بزاف، حسن من هذاك اللي كيتباع جاهز، راه المذاق ديالو خطير. اللي بغات البنات تشوف الوصفه تبعها معايا حتى الاخر ديال لا فيديو، وغتشوفوا الطريقه كيفاش صايبناها على بركه الله. عندنا هنا 200 مليلتر ديال الكريم كريم فريش، عندنا 80 غرام ديال الزبده حيوانيه اصل حيواني، عندنا 160 غرام ديال السنيده اولا السكر حبيبات. البنات هنايا غادي نديروا المقله حتى تسخن مزيان مزيان مزيان، حتى تبان لكم داك الصهد بدا كيخرج منها، حتى تنشف مزيان. عاد باش في هذا الاثناء هذا البنات غادي نهزوا السنيده ديالنا، غادي نكبوها وغادي نخليوها، ما نحركوهاش، غادي غير نحركو هكا شويه بيدينا صافي ونخليوها، يعني ما بقاوش نحركو فيها هنا، غادي غير نحركو هكا ونخليوها حتى غيبدا يبان لينا هذا اللون هذا، بدات السنيده كذوب كيف ما كتشوفوا كيتضح لكم هكا. عاد ديك الساعه يمكن لينا نبداو نحركو فيها. هنا البنات غنجي ناخذ شي سباتول اولا ملعقه خشبيه وغادي نحركوها مزيان باش كاع داك السكر اللي عندنا في الجناب ولا الوسط يذوب تماما، ما يبقى لا مكتل لا والو، ما يبقى عندنا لا تكتلات ديال السكر لا والو، كلشي غادي يذوب مزيان. نبقاو مستمرين بالتحريك البنات بهذه الطريقه هكا حتى كيذوب معنا كلشي، هذاك السكر ما كيبقاش، كيولي على شكل هكا مكرمل. عاد باش ديك الساعه غادي ندوزو لهاد المرحله الثانيه البنات. هانتوما البنات ما بقى حتى شي حبيبه كيف ما كيبان لكم متضح لكم في لا فيديو، هانتوما صافي دابا ما بقى حتى شي حبيبات ولا شي حاجه. هنا البنات خاص العافيه تكون مهيله، ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش زعما هاوده بزاف. هنا غنزيدو الزبده 80 غرام ديال الزبده البنات حيوانيه، راه المذاق كيجي روعه روعه بزاف البنات، غير جربوا ردوا عليا الخبر. بالنسبه لهنايا كما قلت لكم غتشوفوا الزبده غادي يعني غادي تذوب، غادي بحال غيتنيه لكم شويه، غيولي واحد ليكيد واحد شويه. ها نتوما ما تخافوش البنات، بقاو مستمرين في التحريك حتى يتجانسوا لكم كاع هذاك السكر اللي تكرمل مع الزبده. ها هو البنات كيف ما كتشوفوا ولا مزيت او لا ما ولا لكم ليكيد بزاف، ما تخافوش غير خليوه، بقاو تحركوا هكا، استمروا بالتحريك البنات كيف ما كتشوفوا وخليوه. غادي دابا هنا من بعد مور هاد المرحله هادي ملي غادي تجانس لينا شويه هاد الزبده مع هاد الكرا هاد السكر ديالنا اللي تكرمل، غادي نزيدو دابا 200 مليلتر ديال لا كريم فريش اولا الكريمه السائله ديال الطبخه البنات. هنايا ها نتوما 200 مليلتر كنديروها وكنبقاو كنحركو، هي حاجه البنات حداو راسكم بعدو شويه حيت راه كيبدا كيتشمشم كيبدا يطرطق. ها نتوما كيف ما كتشوفوا هذه هي العلبه اللي خدمت بها انا، وانتوما يمكن لكم تخدموا باي نوع، كتبقاو تحركوا البنات هكا كيف ما قلت لكم وبعدو وجهكم حيت راه كيبدا مع ليفي ديال السخونيه مع هذاك بارد كيتكريستاليزا، هو كيتجمد وكيبدا يطرطق. هانتوما البنات غير بعدو وجهكم وخدموا غير بالعقل، غير بالعقل البنات بشويه وعطيوه الوقت. من بعد البنات ها هو كيف ما كتشوفوا هو عقاد، ها هو بدا كيتجمع بدا كيعقاد. في هذا الاثناء البنات نتوما هنا نتوما لكم الاختيار، الا بغيتوا غير يكون غا اون صوص كتحبسوه هنا حد هنا، يكون هنا غير صوص كراميل ماشي يعني كراميل عاقد كيف ما اتضح لكم في لا فيديو، يكون هنا غير صوص خفيف الا بغيتو بحال مثلا لي كلاص اولا تزينو بيه لي طاخت، غير صوص ما كيكونش عاقد كراميل يعني. وهنا البنات غنزيدو واحد القريصه تاع الملحه، الا ما كانش الملحه ديالنا الا ما كانش عفوا الزبده ديالنا مالحه غنزيدو واحد طريطقه باش تعطيه واحد البنه لهذا الكراميل ديالنا. كنبقاو مستمرين في التحريك البنات ما تغفلوش عليه كيف ما كتشوفوا، بالتحريك بالتحريك حتى الاخر، غير عطيو شويه الخاطر راه غادي يجي معكم روعه البنات، صدقوني غيجيكم واعر. كتبقاو غادي تعتمدوا غير كتبقاو كتحركوا هكا كيف ما كتشوفوا هكا، ديروا شي مقيله بحال هكا البنات اللي ما كتلصقش ولا شي قويمينه ولا شي حاجه اللي تخدموا فيها على راحتكم. كما شفتوا البنات حركوا حركوا حتى يعقد مزيان، كيبان لكم عقاد كيبدا يدير دوك الفقاعات صافي، غادي تعرفوا بانه عقاد. ومن بعد غادي نطفيو عليه وغادي نحيدوه فوق النار البنات. هانتوما كيف ما كتشوفوا you
صافي هو هذا، ها هما الفقاعات كيبانوا لكم البنات كيطرطقوا، هذا دليل، ها نتوما هذا دليل على انه راه صافي الكراميل ديالنا راهو جد كيف ما سبق لي وقلت لكم، غير ما تخافوش منه ملي تشوفوه ميه ما يخلعكمش، غير بالصبر وبالعقل البنات وانتم كتحركوا بحال هكا حتى غادي يعطيكم هذا القوام، هذا تكون لا تكستور ديال الكراميل ديالكم بحال هكا كما قلت لكم، بغيتوه يجيكم خفيف راه هكاك. ها هو البنات كيف ما كتشوفوا الكراميل ديالنا وجد، ها هو القوام النهائي ديالو كيف ما كتشوفوا، راه كيجي روعه روعه بزاف، احسن من اللي كيتباع جاهز. ولا عجبكم البنات لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو وتشاركوا مع الاهل الاحباب وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديال اي حاجه، وشكرا بزاف على المشاهده، وكنتمنى لكم عواشر مبروكه.